أهلا وسهلا بكم، وبالأخص أرحب بالمهتمين بالتصميم ومتتبعي دورة التصميم ببرنامج إنكسكيب على المجمع وقناته في يوتيوب. في هذا الدرس أحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي تكررت سواء على فيسبوك، يوتيوب، تويتر أو المجمع أو برسائل خاصة، وفي الأخير أقدم بعض النصائح للمبتدئين بالتصميم ببرنامج إنكسكيب أو التصميم الشعاعي بصفة عامة. أبدأ بالحديث أو الإجابة عن سؤال كان قد طرح علي بخصوص واجهة إنكسكيب، كيفية تعريب هذه الواجهة أو تغيير لغتها للغة أخرى. فتغيير اللغة يكون عن طريق الدخول إلى ملف فايل، سيكون هنا تفضيلة إنكسكيب، وهنا في هذه اللائحة سنجد خيار language باللغة العربية هنا لدينا وسيط، ومن هنا يمكنك اختيار اللغة التي تريد. في حال أردت أن تكون لغة إنكسكيب عربية، فإن كنت تستخدم أحد توزيعات لينكس يجب عليك تثبيت حزمة اللغة العربية. في حال كنت تستخدم ويندوز يجب عليك على ما أعتقد أن تثبت واجهة ويندوز باللغة العربية، ليس بالضرورة أن تستعملها ولكن على الأقل تثبتها. لست متأكد من ذلك لأني لم أجرب البرنامج على ويندوز رغم أنه يشتغل على ويندوز. بالنسبة لإعدادات البرنامج مثلا، كيف يمكن إخفاء هذه الحدود؟ هذه الحدود هي محيطة بمساحة العمل، ومساحة العمل مهمة حين نصل لمستوى متوسط لتصدير أو لحفظ التصاميم بامتداد .svg، لأن هذا الامتداد هو الخاص بالتصميم الشعاعي، ويكون بذلك التصميم النهائي الذي نصمم قابل للامتداد دون التأثير على جودته. نحن في هذه المرحلة لن نهتم بالقياسات بشكل كبير، لذلك يمكن أن نخفي هذه الحدود عن طريق الدخول إلى ملف، هنا خاصية الملف، عن طريق الضغط على Shift Control D أو على هذه الأيقونة. فهنا في الأسفل لدينا حدود، يمكن إخفاء الحدود أو إخفاء فقط ظل الحدود أو إخفاء الحدود كاملة. سأفتح الآن ملف أو تصميم ونرى كيفية التعامل مع حفظ ذاك الملف، أو بالأصح تصميم أو تصدير ذاك الملف أو ذاك التصميم حين نقوم بالانتهاء منه. مثلا هذا لدي هنا تصميم، طريقة الحفظ أو التصدير التي أستخدم غالبا أو التي أنصح باستخدامها لحد الآن لأننا لازلنا في مرحلة المبتدئين، هي الضغط على Ctrl A أو اختيار الجزء الذي تريد تصميمه مثلا أو تصديره. تريد تصدير هذا الجزء فقط فتختاره، تضغط على ملف تصدير، هنا تتأكد أن لسان اختيار مفعل أو مختار، وهنا تعطي القياس الذي تريد للصورة النهائية، وأخيرا تضغط على براوز تختار مكان حفظ الملف أو التصميم أو الصورة النهائية، ستكون بامتداد PNG، وأخيرا تضغط على تصدير فيتم تصدير ذاك التصميم أو ذاك الاختيار فقط، الاختيار الذي أو الجزء الذي اخترته من التصميم على شكل صورة. إمكانية الحفظ بامتداد SVG فلحد الآن هي نحتفظ بها فقط لحفظ المشروع. في مرحلة متوسطة قلت سنقوم بالعمل على القياسات لحفظ العمل أو التصميم النهائي بامتداد SVG، كما هو الحال بالنسبة لي مثلا أيقونات المستخدمة أو المستعملة في سمات الأيقونات على توزيعات لينكس، فتجدون أن امتداده هو SVG. لو قمنا بفتحها سنجد أنها قابلة للتكبير، أنها قابلة للتكبير دون أن تتأثر جودتها. إذن هذه أيقونة بامتداد SVG قابلة للتكبير، ولاحظنا أن جودتها لم تتأثر. إذن هذا أمر سنصل له في مرحلة متوسطة من دروس التصميم ببرنامج إنكسكيب. نحن الآن في مرحلة المبتدئين ويجب أن نركز على إتقان العمل بالأدوات. هنا أبدأ
إعطاء بعض النصائح بالنسبة للمبتدئين ببرنامج إنكسكيب والتصميم الشفاهي بصفة عامة. في البدء نحاول إتقان العمل بالأدوات التي يوفرها البرامج، برنامج إنكسكيب وبرامج التصميم الشفاهي تقريبا تكون لها نفس الأدوات. حين تعرفنا في دروس سابقة على عدة الدائرة، المستطيل، الألوان، تدرج الألوان، الكتابة بالخطوط وطريقة التعامل معها، فالهدف كان هو إتقان التعامل بتلك الأدوات للوصول لتصاميم جميلة منظمة بإتقان تلك الأدوات. إذن في الأول حاول إتقان العمل بالأدوات الموفرة من البرنامج دون الدخول في تفاصيل القياسات وما إلى ذلك. نصيحة أخرى، سأفتح هنا تصميم لأريكم لما هذه النصيحة. لو لاحظ مثلا هذا التصميم هنا، فيمكن أن يبدو للوهلة الأولى أنه صعب أو معقد، لكن الأمر ليس كذلك. فالمهارات أو الأدوات التي اشتغلت عليها لتصميم هذه الساعة تعرفنا عليها في الدروس السابقة، أي أن كل من شاهد دروس التصميم أو دورة التصميم برنامج إنكسكيب التي قدمت سابقا يعرف جميع الأدوات التي اشتغلت عليها، تقريبا جميع الأدوات التي اشتغلت عليها لتصميم هذه الساعة. فقط هناك فرق، هو أن هذا التصميم به العديد من الأجزاء، فهو مكون من أجزاء صغيرة جدا كما يمكن أن تلاحظون. فتصميم أجزاء صغيرة جدا، لهذا نصيحتي هو أن تحاول أن تجزئ التصميم الذي تريد الوصول له نهاية إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء الصغيرة. بذلك يمكنك التحكم بها فرادى، تغيير إعداداتها، ألوانها وما إلى ذلك، ويكون لك أيضا حرية أكبر في التعامل والتغيير في التصميم. إذن هذا من أهم المهارات التي يجب أن يحاول المبتدئ في التصميم التمكن منها، هو تجزئة التصميم لأجزاء صغيرة. أنت حين تجد تصميم رائع على الإنترنت تراه كصورة نهائية، لكن لو أعطاك ذاك المصمم الملف المصدري أو التصميم المصدري، يعني مثلا ببرنامج إنكسكيب أو برنامج آخر، فستجد أن ذاك التصميم مكون أجزاء صغيرة مرتبة فيما بينها على شكل معين لتعطيك نتيجة نهائية تبدو رائعة. إذن حاول على قدر المستطاع تجزئة التصميم لأجزاء صغيرة والتعامل معها. نصيحة أخرى لمن يريد التقدم في التصميم هو التمرين. حاول على قدر المستطاع أن تقوم بالتصميم أو باستعمال برنامج إنكسكيب يوميا لتصميم أشياء حتى لو كانت بسيطة. وهنا حين أقول التمرين اليومي لا أعني التكرار، ليس أن تقوم بنفس الشيء كل يوم وتتوقع أن مستواك سيتطور في التصميم. حاول دائما التقدم في التصاميم التي تصمم، استعمال تقنيات أكثر، استعمال مثلا في المرة الأولى تستعمل أداة الدائرة، في المرة الثانية مستطيل، مرة أخرى تحاول الجمع بينهما، مرة أخرى تضيف إليها نص، مرة أخرى تضيف لون متدرج، وهكذا. حاول أن يكون تعلمك متدرج وليس ثابت فقط تقوم بالتكرار، فهذا لن ينفعك ولن يعمل على تحسين مستواك في التصميم. إذن هذه ثلاث نصائح أساسية أركز عليها، التركيز على إتقان العمل بالأدوات ومعرفة طريقة التعامل معها، الخيارات التي تقدم لنا. نصيحة ثانية هي تجزئة التصميم إلى أجزاء صغيرة على قدر المستطاع. والنصيحة الثالثة وهي مهمة، التمرين، لكن ليس التكرار بالضرورة. إذن كانت هذه بعض النصائح، أتمنى أن تنال إعجابكم. في حال كانت لكم أسئلة أخرى لم أتطرق لها في هذا الفيديو، يمكنكم أن تطرحوها كتعليق على هذا الفيديو أو بأي صفة تريدون. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.